بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي، نقرأ ويعلق بما أفاض الله به عليه وما رآه نافعا للسامعين. نسأل الله أن يجري الحق دائما على لسان شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد شيخ من شيوخ البخاري، وله مسند عظيم كبير، ومسنده عالي الأسانيد. نعم تفضل. قال أخبرنا شعبة. وشعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الحديث بالعراق، وكلمتنا أمير المؤمنين في الحديث لا تنافي بينها وبين كون البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وبين قول القائل عن الثوري إنه أمير المؤمنين في الحديث، فكل أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو في مكانه. تفضل. قال أخبرني منصور. وهو منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى. تفضل. قال سمعت ربعي بن حراش يقول. نعم، معروف تابعي شهير لابن حراش. سمعت عليا يقول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل أنه أول من أسلم من الصبيان، وهو أكثر صحابي وردت فيه أحاديث في فضائله. قال بعض العلماء يعللون ذلك أن خصوم علي كثروا، مما اضطر الصحابة إلى بذل ما عندهم في فضائل علي مما حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين رضي الله تعالى عنه الأولين، ومن شهد بدرا وجل المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. يلج، يدخل. تعلمون أن المعصية قد تزداد عقوبتها لقرائن تحتف بها، قرائن تحتف بها. فعلى سبيل المثال، الزنا حرام لكن وكبيرة من الكبائر، لكن الزنا بحليلة الجار من أكبر الكبائر. تعلمون أن اليمين الفاجرة حرام، لكن اليمين الفاجرة الكاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر أبشع وأبشع. تعلمون أن الذنوب حرام، لكن الذنوب في مكة، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تعلمون أن الكذب حرام، لكن الكذب على رسول الله أشد وأشد، والملك الكذاب كذبه أشد وأشد. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. فكلما عظمت الفضيلة كلما عظم الذنب المقابل الصادر منها. مثلا على سبيل المثال، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقد قال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. أكرمهن الله بزواجهن من النبي عليه الصلاة والسلام، وأجورهن مضاعفة. من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين.
واعتدنا لها رزقا كريما. في المقابل من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فقد تزداد العقوبة لقراء تحتف بها. وكثيرا ما يكون الأجر إذا عظم فالعقاب يشتد كذلك، العقاب يشتد كذلك مقابل تعظيم الأجر. تفضل. قال حدثنا أبو الوليد طبعا. قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال. أبوه عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي وصلبه، وكان قد بويع له من أهل مكة وأهل الحجاز، وعدة أمصار بايعوه بعد موت معاوية رضي الله عنه، وجهز يزيد بن معاوية وسعيد بن العاص المعروف بالأزدق، جهز جيشا لغزو الكعبة لغزو مكة لقتل عبد الله بن الزبير، وهنالك قتلوه وصلبوه، ومر عليه عبد الله بن عمر وقال وقد رأوه مصلوبا، رحمة الله عليك يا أبا خبيب، قد علمتك قارئا للقرآن وصولا للرحم، علمتك قارئا للقرآن وصولا للرحم، هو أول مولود ولد بمدينة رسول الله من المهاجرين الذين هاجروا، ولدته أمه أسماء بنت أبي بكر، فأول مولود في الإسلام في المدينة، والله أعلم. تفضل. قال قلت للزبير إني لا، يقول لأبيه. نعم. الولد يقول لأبيه. نعم. قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قوله فليتبوأ مقعده من النار أي ليتخذ لنفسه منزلا في النار من الآن، الكذب على رسول الله. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، ومعنى المتواترة التي جاءت عن رسول الله عن طريق صحابة كثيرين جدا، لا نكاد نحتاج إلى صحة سند من عدمه، لأنه إذا رواه عن رسول الله 50 صحابيا، فإذا كان بعضهم ضعيف فالأكثرون على الصحة، حديث متواتر والذي بلغ أعلى وأوج درجات الصحة. و عبد الله بن الزبير يسأل والده يا أبي لما يعني لا تكثر، كل الناس يقولون قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، على سبيل المثال منهم أبو هريرة مع أنه أسلم قبل وفاة رسول الله 3 سنين، وابن الزبير أسلم بمكة وهاجر وعاش مع رسول طلة حياته. فقل الزبير إيه نعم، قال أما إني لم أفارقه، ولكن الذي يمنعني من التحديث احتياطي لديني، أخشى أن أنقل عن رسول الله شيئا أخطئ فيه، والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليمنعني الخوف من أن أزيد على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرحمه الله رضي عنه. لكن للأسف في زمننا كثيرون جدا من الخطباء يكذبون على رسول الله وهم لا يشعرون، كثير جدا ما أكثرهم ينقلون عن رسول الله أحاديث مكذوبة وموضوعة وخرافات، والله تكاد تضحك من التخريف الذي بها. وأضف إلى ذلك أنهم أيضا قد ينقلون عن الله كذبا، يقولون قال الله في الحديث القدسي وليس له أصل، وليس له أصل
وليس له أي سند، وهو كذب على الله. يعني يقول قال الله ويذكر حديثا قدسيا بزعم لا تجد له سندا من الأصل، ليس سندا ضعيفا، لا سند له من الأصل. وانتشر هذا في كثير من الخطباء الذين همتهم فقط إضحاك الناس وإبكاء الناس، ليس له هم إلا أن يبكي الناس أو يضحك الناس أو يحذر الناس، لكن لا تحذر بالمكذوب. عندك كتاب الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فإخوة احذروا من هذا. يعني الزبير صاحب الرسول كثيرا، ولكن وجل وجل من أن يحدث بحديث عن رسول الله ويكذب فيه، فمن ثم كان يسكت كثيرا. لكن إذا أنت أتقنت الحديث كما أتقنه أبو هريرة مثلا وعائشة والصحابة الذين أتقنوا، حدث بالذي أتقنت وأنت مثاب، وأنت مثاب. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعى ثم أداها كما سمعها. إياك أن تحدث عن رسول الله بأحاديث مكذوبة، تقول للناس قال رسول الله وهو لم يقل، تقول للناس قال الله والله لم يقل. نعم تفضل. لا يدخل فضل الشيخ فعل الزبير في كتمان العلم؟ لا، ما يدخل في كتمان العلم. إذا كان غير متثبت كيف يتكلم؟ يعني غير متثبت كيف يتكلم؟ في الصحابة تعددت أيضا قدراتهم وتنوعت تحصيلاتهم. عمر على سبيل المثال قال ألهاني الصفق بالأسواق، لما خفي عليه حديث الرسول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، توعد أبا موسى قال لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا فذهب أبو موسى مذعورا، فأتى بصحابي وأبو سعيد الخدري قال إني سمعت الرسول يقول هذا. فقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق، ألهاني الصفق بالأسواق. إذا كنت متثبتا تكلم. نعم تفضل. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن عمرو بن سخبرة. تفضل. عبد الوارث بن سعيد. نعم. عن عبد العزيز قال قال أنس قال أنس. نعم. عبد العزيز بن الصهيب يروي عن أنس بن مالك. الحديث الأول حديث علي من كذب عليه متعمدا، الحديث الثاني نفس اللفظ أو قريب منه حديث الزبير، الحديث الثالث حديث أنس. نعم. قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. إذن أيضا الذي منع الزبير هو الذي منع أنسا، منع الزبير هو الذي منع أنسا، كثرة الكلام عن رسول الله والنقل عنه بلا تثبت. نعم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال. هذا من الثلاثيات عند البخاري، يعني بين البخاري وبين رسول الله ثلاثة أشخاص، مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع عن رسول الله. فبين البخاري والرسول ثلاثة نفر، فيقال الإسناد عالي، إسناد عالي، والذي قلت الواسطة فيه بين الصحابي وبين بين المخرج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمالية الخطأ في العدد القليل أقل من احتمالية الخطأ في العدد الكبير. نعم. تفضل. سلامة وسلامة بن الأكوع. نعم. مشهور أنه كان من أسرع أصحاب رسول الله جريا، كان سريع جدا. نعم. وقال الرسول ذات غزوة كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وكان خير رجالاتنا اليوم سلمة ابن الأكوع.
ولكن سلم أيضا مع أنه أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما سلم من ألسنة الظلم الأمراء الحجاج بن يوسف الثقفي. سلم بن الأكوع لما كانت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزل ورجع إلى البادية، مع أنه يحرم عليه أن يرجع إلى البادية إذا كان قد هاجر إلى المدينة، يحرم أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها، كبيرة من الكبائر أن يرتد المهاجري عربيا. فسلم النبي أذن له خاصة، أذن له خاصة، فالحجاج يقول له يا ابن الأكوع، ما يحترم كبير ولا صغير، أمير ظالم مدير ما كان له ذكر، يتولى الإمرة وليس بصحابي ولا يعرف الأدب، يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، ارتدت على عقبيك يا ابن الأكوع. قال إن الرسول أذن لي في البدو، أذن لي في هذا الشيء، لكن الظالم المبير لا يتأدب مع أصحاب الرسول، قد أهان أنس بن مالك إلا أن أرسل إليه عبد الملك بن مروان رسالة شديدة اللهجة أن يتعرض لأنس بمكروه أو بسوء. تفضل. عن سلمة قال عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. أعوذ بالله من ذلك. أصبح الحديث الآن عن طريق أربعة من الصحابة يسمى مشهور، بل ثلاثة يسمى مشهور، مشهور عند المحدثين ما روي من ثلاث طرق فأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روي من ثلاث طرق فأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مشهورا. تفضل. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة موسى بن إسماعيل أبو سلمة بن بوذكي، نعم، عن أبي حصين، نعم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. المتن مطلعه تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، كنيته أبو القاسم واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيستحب تسمية الولد بمحمد. وقوله لا تكنوا بكنيتي له سبب ورود، سبب ورود، فضيلة الشيخ سيد بن بيومي حفظه الله تعالى الذي كان يذكركم عما قليل له كتاب طيب في أسباب ورود الحديث الشريف، وقد اعتنى بصحة الأسباب التي وردت في هذا الكتاب، أسباب ورود الحديث الشريف. فهنالك أسباب للورود كأسباب للنزول، في هناك أسباب نزول الآيات وهنا أسباب ورود الحديث، منها أسباب صحت وأسباب لم تصح، فجمع من الأسباب التي لم تصح مثلا سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن من أسباب وروده أن رجلا يقال له مهاجر أم قيس هاجر بعد امرأة يقال له أم قيس حبا فيها ليس حبا في الإسلام، فسنده ضعيف، سنده ضعيف، فجمع هذا الكتاب والحمد لله الكتاب طبع، وليتك تأتينا بكمية منه نوزعها على إخوانك يا شيخ سيد. هو ثلاث مجلدات الصحيح والضعيف ثلاث، لكن الصحيح بس مجلد واحد، الصحيح والضعيف ثلاث، والضعيف والصحيح فقط مجلد واحد،
مجلد واحد، لنا مجلد الواحد عايزين 100 نسخة إن شاء الله. الله يبارك فيك. ها؟ أخوك أبو ويس يقول يذكر شيئا تجاريا، يقول الثلاث مجلد، يعني أخوكم الشيخ سيد يقول موجودة نسختان، نسخة جمعت الصحيح والضعيف ثلاث مجلدات، ونسخة جمعت الصحيح فقط مجلد واحد، طلبنا نحن مجلدا واحدا مئة نسخة. فقال أبو ويس إن ابن تيمية مكتبة ابن تيمية في القاهرة صاحب الشيخ عبد الفتاح الزيني وفقه الله تبعت ثلاث مجلدات بسعر رخيص، إنها قديم طبعا قديم، يعني إذا هات من القديم، من القديم ماشي. نعم، فمن هذا من أجل ماذا يا إخوة؟ أيضا حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقد يقول قائل إن الشيخ سيد نسي حديثا مثلا في كتابه صحيح أسباب الورود، فيقول لا ما نسياه، ولكن هو موجود ولكنه ضعيف. فات لنا 100 من هذا و100 من تلك. ماشي، الله يبارك فيك، ماشي تفضل. فالشاهد من هذا أن الحديث له أسباب ورود، ليس كل حديث له أسباب ورود. مثلا حديث الرسول عليه السلام ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، سببه أنه رأى قوما يتوضؤون ولا يغسلون أرجلهم يمسحونه، في رد على الشيعة الذين يقولون بالمسح. فهذا العمل الطيب يستلزم جمع طرق الأحاديث حتى ننظر سبب الورود من ثم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. تفضل. الله يبارك فيك. نعم يا شيخ عمرو، ماذا قلت الآن؟ سيورد الإمام البخاري بابا جديدا. لا قبل أن أريد المتن ثانية. المتن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قلنا ورد في باب النزول أن الرجل كان يكني أو يكنى بأبي القاسم، فالناس في السوق يقول يا أبا القاسم، يلتفت الرسول، يلتفت الرسول يقول أنا لم أعنك إنما عنيت فلانا، فلدفع الاشتباه قال الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هل ثبت هذا يا شيخ سيد؟ توكلنا على الله، ثبت سبب النزول، سبب الورود هذا والحمد لله. لكن هل هذا كان خاصا بزمان رسول الله أم هو على عمومه؟ الأكثرون من العلماء يقولون انتفت العلة التي الاشتباه انتفت، فلذلك هناك أبو القاسم الطبراني وأبو القاسم البغوي، عدد من العلماء تكنوا بأبو القاسم بعد وفاة رسول الله، يقول هذا من الأحاديث المؤقتة. هناك أحاديث مؤقتة بزمن وحديث موجه لبلد، يعني قول الرسول مثلا ما بين المشرق والمغرب قبلة، قالوا لأهل المدينة، لكن في بلاد إذا كان بين المشرق والمغرب لن تجد قبلة بين المشرقها ومغربها. فهكذا هناك أحاديث مؤقتة بتوقيتات، أحاديث منزلة على بلاد، والله أعلم. تفضل. قال ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ومن كذب. لحظة علينا يا شيخ عمرو، لأننا نريد أن نقف وقفة أسبق من هذه الفقرة أيضا، وإن كانت لا تمس الحديث مساسا مباشرا، لكن راودني أن أقول أننا نريد بحثا ممتعا في دوران الحكم مع العلة، أو دوران الأمر مع العلة، أو دوران النهي مع العلة. هل لنا أن ننظر في العلة التي من أجلها الرسول أمر بكذا؟ في الأوامر التعبدية ليس لنا ذلك، لكن في أوامر دنيوية، في أوامر دنيوية مثلا، السؤال موجه للشيخ عمرو. شيخ عمرو، هي مسألة ذات أهمية، ولك أن تجيب ولك أن تعتذر. الله يبارك فيكم.
لماذا نهى النبي عن السفر بلا محرم، سفر المرأة بلا محرم؟ كعلة عند الفقهاء؟ لا، من وجهة نظرك أنت، لماذا ما يعني لماذا النبي نهى عن سفر المرأة بلا محرم؟ المرأة التي، هل هذا شيء تعبدي محض أو أنه نهى لعلة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لعلة، منها أن المرأة إذا كانت منفردة ربما يتعرض لها بعض أصحاب السوء يعني بالمضايقات أو ما شابه ذلك. ترى أن العلة، ترى أن العلة تأمين المرأة. نعم. صح كده؟ نعم. حتى لا يعترضها أحد بسوء. بسوء. نعم. في أحد عنده خلاف في هذا التعليل؟ المرأة ضعيفة. ما هي ضعيفة؟ مطمع. طيب إذا نحن أمننا هذه العلة، قلنا خلاص العلة التأمين، لأنها أجيب سيارة، سيارة شرطة أمامك وسيارة شرطة خلفك وسيارة عن يمينك مثلا يعني، سيارة عن شمالك، وهلم هيا انطلقي، ويجيب بعض النساء معك، إذا حصلت لك وعكة أو أي حاجة يساندوك. انتفت العلة ولا ما انتفت؟ معرفقة صالحة والطريق آمن. معرفقة صالحة والطريق آمن. معاها النجدة، شوف المصري. قل إيه؟ معاها النجدة. أبو ويس قل معاها النجدة. ماشي. طيب يا أبو ويس يا ماشي، يعني الآن ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع يا أبو ويس ولا ما ينفع؟ أنا سألنا السؤال يا جماعة، فإذا قلت أن الحكم يدور مع العلة خلاص انتفت العلة، وهي تعرض اللصوص لها أو تعرض أحد بسوء لها، أمناها تأمينا كامل، ينفع ولا ما ينفع؟ عندك يا عم عمر. أتوقف في النصف الثاني من الإجابة. تتوقف عن هذا الجواب. تعلم أنت أحيانا متوقف هذا قد يكون سلبي أحيانا وقد يكون إيجابية، وقد أحسن. توقفت من باب توقف الزبير رضي الله عنه. توقف الزبير عن التحديث، لم يتكلم عن النبي، وأنا لا أتكلم في العلم بغير توثق وتمعن. ماشي ماشي، بس كل ما هنالك أن أحيانا المقام يحتاج إلى رأي، لا شك أحيانا المقام يحتاج إلى رأي، ف فالمرأة تحتاج إلى رأي في هذا الصدد، لأنها لها مأرب من السفر، تريد حج الفريضة مثلا، تريد أن تصل أمها التي مرضت مرضا أشرفت معها الوفاء معها رفقة أمنة. فالظاهر والله أعلم، وكما فهم الصحابة ذلك من رسول الله، أن الرفقة الأمنة إذا وجدت جاز ذلك، لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهن في زمن عمر باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها، أظنها كانت قد ماتت، أو أم سلمة، خرجن مع رفقة أمنهن عمر معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج، وكان حجة نافلة، كان حجة نافلة ليست فريضة. أيضا استدل الشافعية بحديث الرسول عليه السلام، كيف بك يا عدي بن حاتم، أو يا عدي يوشك أن ترى الضعينة، المرأة المسافرة، تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. فهذا كمثال لدوران الحكم مع العلة، دوران الحكم مع العلة. السؤال، معلش الأخ محمد شحاتة موجود معنا أبو شحاتة، لكن أنت ضيف علينا، لكن ما في مانع أننا نسأل سؤالنا. الرسول نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد يعني موجود إلا بإذن، لهذا لماذا لا تصوم المرأة وزوجها موجود إلا بإذن؟ لا خلينا محمد، الله يبارك فيك، تفضل يا محمد. أنت يجوز أن نسألك، أنت مؤذن فقط. ربما يكون الزوج في حاجة إلى
بما يكون الزوج في حاجة إليه. يعني تعني أن ما العلة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، العلة أنه قد يحتاج إلى معاشرتها، صح ولا غلط؟ افرض أن الزوج موجود ولكنه مريض مرضا أقعده تماما، لا يستطيع أنه يباشر أهل بيت محمد مرسال، لا أو هو صائم أو مسافر، يجوز أن لا تستأذنه؟ لا تستأذنه، لا تستأذن زوجتك تسمع، والله أعلم لا تستأذن. قل لا تستأذنه لأنه لا حاجة له فيها، لا حاجة له فيها. عذرا شيخنا هذا في. طب إذا قالت الزوجة بناء على علمها السابق، أنت محمد المرسل كل يوم موجود ما في أي حاجة، خلاص أصوم، يعني شايفاك يعني بالعادة المشهورة لك كل يوم تنام مثل لوح الخشب بجوارها، فقالت كده كده العملية تصوم أو تستأذن أيضا، بنت على عادتك أنك شخص يعني حالك، ها يجوز تصوم غير إذنك؟ الحمد لله يجوز، فلتسمع. نعم، فكمثلة هي إخوة لدوران الحكم مع العلة. طبعا في هناك مسائل تعبدية ما نستطيع أن نتكلم فيها، لماذا نمسح أعلى القدمين أعلى الخفين، لماذا نصلي الظهر أربع، ما هنا دوران علة في المسائل التعبدية المحضة سمعا وطاعة. لكن في مسائل يختلف هل هي تعبدية أم النظر فيها للمصلحة. يعني الشيخ سيد فضل الشيخ سيد بيوم نهى الرسول عليه السلام عن بيع الملامسة، عن بيع الملامسة، بيع الملامسة انك تحسس على الثوب من الخارج كده، اشتريت يا شيخ سيد اشتريت، نهى النبي عن بيع الملامسة. طيب هذه علة تعبدية او ان لضبط المعاملات بين الناس؟ لضبط المعاملات بين الناس، منعا للغرر والجهالة. قد نضطر الى بيع الملامسة، ترى مثلا تجار الجملة مثلا يدخل يشتري مثلا 100 كرتون فيها ملابس مطبقة ومغلفة ومكوية ومدبسة بالدبابيس والزراير، إذا قلت أنت أن لا يصلح أشتريها إلا مفرد كل ثوب على حدة، معنى أنك هتقطع الكراتين كلها وتقطع الأغلفة للثياب وتكلف الناس تكاليف باهظة ثانية. فبيع الملامسة هنا سيجوز بقيد، القيد التالف يرجع، مش واخد بالك كده أحيانا؟ مش كده ولا مش كده؟ وكذا بيع المنابذة مثلا، يعني كرتون فيها لمبات كهرباء، إذا قلت بيع المنابذة اشتري هذا اشتري كرتون بكم؟ بألف جنيه مثلا. طيب تقول نعم بيع المنابذة في هذه الحال، يعني ليست أمور تعبدية كده، إنما هي أمور معاملات، ولذلك قالوا فقه العبادات وفقه المعاملات. فالمعاملات أحاديث الرسول لضبط أمور المسلمين، ضبط العلاقة بين البائع وبين المشتري. ففي كرتون من الكراتين في لمبات كهرباء، فأنت تقول يعني البيع كي يضبط سنأتي بكل لمبة ونركبها في الفيشة ونشوفها بتنور ولا محروقة، هذا التمام يعني لإتقان البيئة مثلا. وتقول أطلع أيضا الكراتين، ممكن تكون واحدة مكسورة، ممكن تكون واحدة مكسورة. فالبيع هنا يكون يعني بالضمان والأمانة في هذه الحالة،
يا جماعة في نسبة مثلا للكسر في اللمبات لا مسموح لك، هنخفض لك 10% من أجل المكسور والمحروق. إن زادت النسبة وأنت ادعيت زيادة النسبة سنلجأ إلى ماذا؟ سنلجأ إلى سنلجأ إلى مثلا الكراتين ونفتح واحدة عشوائي نشوف عرف التجار إيه في هذه المسائل. فلا تكن النصوص جامدة لا تقبل أي تحويل يعني أي تعديل، لأن النظر إلى ماذا؟ إلى العلة في الأمور التي ليست تعبدية إنما لضبط المعاملات بين الناس، ضبط المعاملات بين الناس. في مسائل كثيرة على هذا الغرار، يعني مثلا مسألة يا شيخ عمر مثلا بيع الذهب من أكبر المشاكل التي تعتري تجار الذهب مسألة الفصوص. خاتم في فص، الفص ليس ذهبا، عند الوزن يزنونه لك ذهبا، عند الشراء يحذفون الفص. لا نتكلم عن الفص الذي هو ربع جرام أو الحاجة بتاع الغلابة المساكين، لكن أحيانا الفص يكون نفسه 3 جرام 4 جرام كبير. فالنبي نهى عن بيع مثل هذا حتى يفصل الفص عن الذهب. في أحيانا فصوص تكون صغيرة جدا ومسبوكة مع الذهب، بس جئت تفصلها ستتلف المبيع وهي صغيرة، ولكن في فص كبير ملفوف كده ممكن تفك فقط اللي عليه ويخرج الفص. فهذه الفصوص ماذا نصنع فيها؟ النبي قال افصل هذا عن هذا. في الحقيقة هذه مسألة ما سئلت عنها كثيرا، ذهبت للإخوة تجار الذهب في المملكة العربية السعودية باعتبارها يعني تتحرى الدقة. فتجار الذهب قالوا لي في نسبة متعارف عليها بين التجار عموما نسبة للفصوص دي، الفصوص والدولة سمح بها، إذا تجاوزتها تمنع وتحاكم لصعوبة فصل الفصوص. قال نسبة مثلا 2.5%، بعضهم يجعلها 1% معفون عنها، البائع عارف والمشتري عارف، لأن إذا ما صنعنا سنكسر الذهب تكسيرا ويتلف ومن ثم نرجع إلى إعادة التصنيع. فالشاهد من المسألة يا إخوة أننا في حاجة إلى أخ ماهر ذكي يبحث مسألة دوران الحكم مع العلة في الأمور التي ليست بتعبدية. التعبدية ما نستطيع نتكلم فيها بشيء لأننا تعبدنا الله بها. لماذا إذا طلقت الزوجة 3 مرات لا تحل لي؟ ما كان قضى الله ذلك قضاء مبرما. فمثل هذه المسائل نحتاج إلى واحد ماهر لبحثها. مش تقدر تتكلم، أنا بقى كل واحد الإنسان على نفسه بصيرة. نعم، ما نستطيع أن نلزم أحد بأي شيء يا شيخ مختار، لكنه بحث ألا ترون أنه للأهمية بمكان كبير؟ في بعض إخواننا الدعاء يقولك لا تنظر إلا للا. لا مش كده، مش لا تنظر إلا للا، لازم في الأمور التي ليست بتعبدية أننا ننظر إلى العلة من وراء هذا الأمر أو من وراء هذا النهي. ومع ذلك تأتي بأقوال علماء حتى تعزز موقفك كمسألة المحرم مثلا للسفر الحج أو العمرة، ترى الجمهور يقولون بالجواز خلافا للحنابلة الذين تقيدوا بالنص، تقيدوا بماذا؟ بالنص. والله أعلم. تفضل. مسألة وعليكم. صيام المرأة بإذن زوجها شيخنا، هل هذا في الصيام عامة أم في النافلة؟ يعني إن كانت تقضي أو في النافلة أو صيام نذر. يعني هتصوم رمضان بإذن زوجها إذا شخص. كان صيام قضاء أو نذر بعيدا عن رمضان. لا ممكن النذر الزوج يتحكم، لا طب بلاش النهاردة خلينا لبكرة مثلا. ممكن. والقضاء كذلك؟ والقضاء كذلك إذا لم يضيع عليها القضاء مطلقا. نعم. نعم.
هذه مسألة يا إخوة ذات أهمية، وقد كلفنا بعض الإخوة بها من قبل، لكنه أخفق. وممكن يجزئ العمل دوران الحكم على العلة في مسائل الطهارة، في بعض المسائل التي ليست تعبدية محضة، ممكن الطهارة تستثنى مثلا، هي تتنزل أكثر ما تتنزل في البيوع، في الجهاد، في الوصايا، في نعم. الذهب المباع بالفصوص شيخنا في مصر الآن أكثر المصانع والشركات تأخذ مرة أخرى بنفس الفصوص ويوزن كاملا ويباع ويشترى بهذه ليست كلها، أقول أكثر المصانع والشركات الآن في مصر تحولت لهذا الاتجاه، يعني أصل يخسر، هو يخسر إذا اشترى الذهب بالفصوص، هيزن الفصوص على أنها ذهب، يزن الفصوص فيكون فص 2 جرام، جرام ب 2000 جنيه، يعني 4000 جنيه راحت علي، أما أدخله المسبك ليس الفص أي قيمة، انصهر، أنت فاهم، خسائر فادحة، والأرباح أيضا تكون كذلك مضاعفة. نعم. ماذا ممكن تجي في باب الصلاة مثلا، لماذا نهى النبي عليه السلام عن، أو قال هذه فهم أبو هريرة، أما هذا عصى بن القاسم رجل خرج بعد الأذان من المسجد، أنا ما خرجت كارها للإمام ولا زاهدا في الجماعة، لكن خرجت من المسجد بعد الأذان لإدراك الصلاة في مسجد آخر فيه جنازة، ففي هذه الحالة أنا راعيت العلة لكن حظيت بنفع أكبر، مش كده؟ نعم. مثلا تأتيك في هذا الباب نهى عن أو ما يذكره الناس من عدم إقامة جماعتين في المسجد الواحد، ما العلة منها؟ أولا ما ورد نهي، لكن العلة التي التمسها المانعون قال أن سبب شقاقا بين المسلمين، لكن لو في الحرم أنت في اتجاه الشامية وآخر في اتجاه اليمنية ناحية الركن اليماني، وأنت صليت جماعة صغيرة مع اثنين وهو صلي، ما أحد يرى أحد ولا في أي فتنة، فيعني الباب هذا يا جماعة باب قيم. نرجع إلى مسألتنا، كان إيه الفقرة يا شيخ التي العلة من لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ ماشي تفضل. ومن رآني في المنام فقد رآني، البحث هذا نافع، نافع يا إخوة، ويمس واقعنا المعاصر كما يقولون مساسا مباشرا، المستجدات في أزمننا كثيرة، مستجدات في أزمننا كثيرة كثيرة كثيرة، تحتاج إلى قطع بالفتوى، الناس يستفتون المساكين يقول نذهب ولا نذهب، تأتي المرأة تقول مع رفقة منها أذهب للعمرة أو لا أذهب، تأشيرة جات وزوجي تأشيرته لم تأتي، مشاكل كثيرة يوميا في هذا الصدد، في هذا الصدد، لازم نحتاج إلى فتاوى. يعني ذكرني واحد من الإخوة ذهب العالم كبير يقول كان في ولد وماشي جنب بئر، واحد دفعه وسقط في البئر كده بيمزحه ووقف، منتظر يجيب عليه دية ولا ما عليهوش دية ولا إيه، طفل صغير بيلعب معه، قال ولماذا ذهب ناحية البئر؟ يا أخي لماذا ذهب؟ الموضوع قد تم خلاص، إيه لماذا ذهب إلى حد بئر؟ مش فاهم يا مصطفى، ها ما تنفعش اللي ما نعم تفضل. خطة البحث تمشي زي الشيخ بال خطة البحث لها ترتيب معنا يا شيخ سيد. استقراء من أحسن الأشياء، الاستقراء وخبرة بالسوق العام للناس الآن، خبرة الآن بالذي عليه الناس. تفضل. ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ما حسنا ده باب آخر لجاي ولا لا لا بيكمل. ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لماذا لم تهمز؟ هكذا ضبطت أمامي في هذه النسخة، وهي لغة عربية معروف، العرب يحبون التخفيف، لكن قلنا رائد رايد وإلوايل
شيء لمن ينقل شيء يكرهون أن يقول شيء شيء ثقيل عليهم شيء. الجزئية المتعلقة برؤية رسول الله عليه السلام في المنام يضع لها العلماء ثلاث ضوابط. ومعنا فضيلة الشيخ أبو هند عادل أبو زيد حفظه الله من أهل بورسعيد وله كتاب طيب في الرؤى والتأويل فقه الرؤيا والتأويل كتاب طيب جمع شتات هذا الأمر للناس في بين إفراط وتفريط. فلرؤيا رسول الله في النوم حتى يصح قول القائل أنا رأيت الرسول أولا أن يكون الرائي الناقل صادقا واحد كذاب قال رأيت الرسول ما نعتمد كلامه. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. الرسول أبيض واحد قال رأيت شخصا أسود هو الرسول قل لا هذه ليست صفة رسول الله. الرسول على خلق عظيم رأيت بذيئا في المنام ليس هو رسول الله. ألا يأمره بشيء يخالف الشرع فواحد يأتي يقول أنا رأيت الرسول طيب ماذا رأيت ماذا قال لك قال هو أبيض وأتى بأوصاف طيب حاصل وماذا قال لك الرسول قال خلاص لا تصلي أنت بلغت اليقين وعبدت ربك حتى يأتيك اليقين وقد جاءك اليقين فلا تصلي. إذن هو ليس الرسول إذن هو ليس الرسول. عندك مزيد يا أبا هندي في هذا الباب؟ لا مزيد على كلامك ولكن جزاك الله خير. أنت قلت لو جاء الرسول بصفة الخلقية أبيض وجميل يعني نفس الصفة وبعدين قلت له هو قال لك إيه؟ قال لك لا تصلي. هذه الصورة لا يمكن أن تحدث. لا هو ما هو الحاصل إيه؟ أوصاف الرسول التي نقلت لنا ليست كلها متحدة على وصف معين فكونه سيكون دقيقا هذه تكون قرينة لأن المرء ليس هو الرسول. لما أنت أخطأت لنا في ماذا في نقل الصفة في نقل الصفة بس من هذا الباب يعني. في شيء آخر ربما يعني الذي يدعي أنه رأى يصف الرسول صلى الله عليه وسلم كوصف الذي جاء ثابتا عنه لكن يكذب بعد ذلك. ما هي التكذيب؟ ما هو التكذيب يجي من كده قرينة لأنك كذاب. نعم كما نقول يجب أن يكون صادقا. فأنت إذا وصفت الرسول وبعدها قلت قال لي لا تصلي ولا تصوم بما أنت كذاب في الذي نقلته كله. قل حتى نصدقه أنه رأى الرسول. نعم ما هذا كما في حد يدوس بس على الفيشة ماشي من عندك كان معلوم صلى في رؤية الكذب عليه حي الكذب متعمدا ما هو الكذب في الرؤية ده كبير عموما سواء على رسول الله وعلى غير رسول الله. بارك الله فيكم. في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي من عمره أعظم نفعا وأكثر انتشارا بين المسلمين وأن يمتع به الإسلام والمسلمين. نذكركم بصيام غد إن شاء الله تعالى الاثنين ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم والسلام عليكم. شكر الله لك يا شيخ عمرو بارك الله فيك. ما زلنا نؤمل أن يرزقنا الله بمن يبحث هذه المسألة دوران الحكم مع دوران العلة واستقصاء المسائل التي فيها وإن ألف فيها لأن المستقرئ سيأتي بعلم أعظم من الذي يدرس كتابا واحدا في المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.